معاكم القصة تانية الحقيقة، والقصة دي هنروح معاكم من اليابان لسريلانكا، وفي فنان اسمه مارك راسنجيهي. ده عمل تأسيس أو قام بتأسيس شركة في دبي لتصميم مجسمات مختلفة لكنها من التلج، وبيقوم باستخدامها كديكور بقى في المحلات، في البيوت، في الفنادق. وبالتالي لقينا أشكال حلوة جدا حبينا نوريها لحضراتكم كمان عشان تتفرجوا معانا كمان على الصبح. باستخدام منشار وأزميل ينحت فنان من سريلانكا مختلف المجسمات والأشكال من الثلج. ذلك ومارك رانسينجهي الذي قرر إنشاء شركة متخصصة في دبي لتصميم مختلف المنحوتات الثلجية للاستخدام في الفنادق والمحلات ومختلف الفعاليات. وقبل إنشاء الشركة نفذ مارك مجسمات ثلجية لحصان وجمل وأبراج وسيارات سباق، ثم عمل بالعديد من الفنادق في مصر والبحرين والإمارات كمصمم من القطع الثلجية. إن مجسمات الثلج رائعة حقا، وقد أعجب بها الكثيرون، مما شجعني على إنشاء الشركة وتصميم قطع فنية جديدة من الثلج، حيث أشعر بسعادة بالغة أثناء العمل عليها وأشعر بالفخر عند الانتهاء منها. ويتطلب هذا الفن احترافية ودقة كبيرة في نحت الكتل الثلجية، وكذلك الكثير من الجهد والصبر. يستغرق تنفيذ القطع الفنية من يومين إلى 3 أيام، وذلك على حسب تفاصيل التصميم، حجمه وطوله. كما يبلغ ثمن المجسم حوالي 2000 درهم بحد أدنى. ولم يكتف الفنان بذلك، بل يقوم أيضا بالنحت على بعض الأطعمة كالبطيخ. وقد سبق له أن فاز بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الطهي بألمانيا في عام 2016. الابتكار دايما بيبقى بيصنع نتيجه ناجحه. الابتكار بالتاكيد هو مبتكر. وكمان خلينا نقول انه ده يمكن كل سنه كمان بيبقى في معارض خاصه بالمحلات الثلجيه. صحيح. يعني انا شفت ده مره في برلين، طبعا كان شيء بديع جدا. في موسكو بيحصل كل سلونيكي تحديدا، بيحصل في كل سنه معرض هو الاكبر في العالم للمحلات الثلجيه. الصين كمان عندها نفس القصه، يمكن عشان احنا طبيعتنا مش زي طبيعه البلدان. لكن احنا عندنا في شرم الشيخ معرض كبير بيشارك فيه كل فنانين العالم، يعني اصبح فن قائم. بس احنا عندنا كمان في شرم الشيخ زي مش هنقول معرض، ولكن مكان فيه كله تلج وبندخل بنقعد، عارفه اللي في شرم الشيخ ده بس برضه فكره، يعني نفس الفكره، يعني نفس الفكره، بس هنا بيعملوها بشكل او فني اكتر. صحيح. يعني حوتات فنيه اكتر زي ما بتعمليها على الطين او بالقص او باي او بالجرانيت او بغيرها. هم بيبقى فيه معارض سنويه من حوتات التليج في كل العالم، بيحصل في هربين، في الصين، في موسكو، في برلين، يمكن حضرت واحد مره. لاي حال دي برضه فكره مختلفة، لانه الغريب انه دبي طبيعتها حر، فهو برضه اكيد الحفاظ على الحاجات دي بياخد مجهود طبعا أكيد. اكبر بكتير اكيد.